السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أتكلم بشكل مختصر وسريع عن عمل التمديدات الكهربائية في الأحواش متى تتم. في عدة اختلافات، البعض يقول لك تحت الدفان الذي هو يعني قبل صبة الأرضية، والبعض يقول لك بعد صبة الأرضية، ولكن الأفضل أيش أن تتم يعني قبل صبة الأرضية، يعني بعد ما أساوي الحوش وأدكه بشكل جيد وأحدد مكان الحدائق وين راح تكون وين هتكون مكان البلاط، أفرش النيلون والحديد الحديد الأرضية يكون جاهز للصب. في هذه المرحلة أقوم بالتمديد داخل أصبات الأرضية لحفظ المواسير من أنها تنثني أو أنها تتعفط أو أي شيء، بذلك يكون حفظت المواسير وأيضا وأحميها من التعفط أو أي شيء. أما أنه إذا سويت التمديدات الكهربائية مثلا قبل الدفان فهذا يكون عرضة أنها تتكسر بسبب الرصاصة وبسبب مرور العمال، وأيضا عيب التمديدات المواسير بعد صبة الأرضية الذي هو قبل الدفان أنها تكون يجبرني أحيانا على سماكة معينة، أو مثلا إذا كان عندي الدفان سمكه بسيط يعني أحيانا يصل إلى 3 سنتي بسبب صبة النظافة، وهذا هو الأفضل لتلافي مسألة الهبوط. لذلك من الأفضل أن تكون أثناء صبة الأرضية بعد ما أجهز مثلا أرضية الحوش للصب تكون جاهزة للصب، أمد المواسير داخل الصبة وأصب عليها. وشكرا.